كالبطل اللي كينتمي لجمعية الشباب العراقي اللي كنشوفوا أمامنا الآن، أحد الأبطال اللي قادمين بقوة في الساحة الوطنية. محمد ياسين سليم من المغرب صاحب الركن الأزرق في الصورة، سيواجه صاحب الركن الأحمر من تونس الشقيقة. محمد ياسين المنصوري هو ينتمي لنادي التايكواندو بتونس، يعني بالعاصمة التونسية. إذا ننتظر ممثل العريش هل يرد صاحب يقال صعيد يمنح الفوز الأول للمغرب على تونس في هذا اليوم بعدما فازت البطلة التونسية. فكما تابعنا قبل لحظات كان التفوق من جانب التونسية. التونسية ميسا الغضباني على حساب سهيلة أهدي من المغرب. هذا وزن أذكر وزن أقل من 63 كيلوغرام. نعم، كنظن بأنه أحسن صدفة يعني هي نشوفوه هذه المقابلة تعاد في صنف الذكور. المغربي يعني لاعب قوي ممتاز، البطل التونسي أبان على مستوى جيد يعني في خلال المنافسة الإقصائية منذ يعني 9 صباحا اللي بدأت في هذا اليوم. هذا كنظن بأنها تكون مقابلة قوية ما بين البطلين وغتعطي واحد طابق فرجوي تقني اللي ممتاز. محمد ياسين سليم هل بدنيا هو مستعد لتقديم اقصى ما لديه في هذا النزال وسيلعب في الركن الازرق، فيما صاحب الركن الاحمر محمد ياسين المنصوري من تونس الشقيقه سيتواجد في الركن الاحمر. يعني ما يميز، شوف انا صراحه بعض يعني يقوم بعض الالتقاطات بعض الصور اللي يبان لي السي بدر للامانه، وهذا الشيء اللي ربما نقولوه للمشاهد الكريم هنا احترافيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى في تسيير الحدث. يعني كنتابعوا هناك أجهزة إرسال بين مختلف المتداخلين، يعني ما كيكونش هناك أدنى المشكل، يعني حتى الوقت اللي تبعنا مشكل في 5 و6 ثواني تم حله. هذا يؤكد بأن هناك جنود، أقول بهذا المفهوم جنود مشندة لإنجاح الحدث. وتحدث عن مختلف المتداخلين واللجان الخاصة بتنظيم هذه البطولة. شوفوا النزال، استمتعوا بالنزال. إذن المغربي صاحب الركن الأزرق، نقطة الأولى للمغرب. 1-0 رغبة كبيرة من المغربي. محمد ياسين سليم الأسد الأطلسي في مواجهة النصر التونسي. نصر قرطاج وأسد الأطلس في حوار هنا على هذه الحلبة الجميلة بقاعة مولاي الحسن بمدينة وجدة. من يتفوق على حساب من ومن يظفر بالذهاب؟ الجواب بعد نهاية هذه المواجهة المثيرة. نستغلوا الفرصة يعني بعملية استشفاء اللي كيخضع عليها اللاعب المغربي، ونقول بأنه النقاط اللي ذكرتيها أخي عادل هي أهم نقاط في تنظيم أي عرس رياضي، سيما أنه كنشوفوا خيرة الأطر الوطنية واقفة بشكل كبير وبالثقل ديالها في تنظيم هذه البطولة هذه رفقة الإطار الدولي يعني المنظم العام للبطولة السي عبد القادر الزروري. 1-1 يعني ما بين المغربي والتونسي، غتكون مباراة شيقة وغيكون مستوى جيد في المباراة. تحس بأنه كاين ريتم، كاين هناك رغبة، كاين هناك خفة، كاين مهارة، كاين بحث على النقاط مع بداية الحوار. 1-1 دقيقة و 32 ثانية على نهاية الروند الأول. حتى التونسي يعني ليس بالخصم السهل، إمكانياته ممتازة، ثقة في النفس، ريتم ونمط عالي. من جماهير الوجدية واللاعبين المغاربة 3-1 سليم يضيف نقطتين، إذن يتذكر من ضافة نقطتين 3-1. حركة جميلة، يتلحم يخلي حكم يتدخل، إشارة ببدء الهجمات من جديد. 3-1 لسليم. سليم محمد ياسين من المغرب يتقدم بفارق نقطتين. تحس يلعب بذكاء. نقطتين 5-1 المغربي. إذن 5-1 البطل المغربي. يسقط التونسي، سلامات، يسقط سليم عفوا بطل المغربي بعد حركة من التونسي.
يقدر يطلب من الطاقم الطبي يتدخل من جديد. فكاين ضربات يعني اللي كتكون مؤثره كما لاحظنا الضربه اللي توجهت لسليم كانت ضربه يعني ما تحت الخصر عن غير قصد. اللاعب التونسي بغى يدخل في اطوار المقابله وكان اشتباك تقني بين اللاعبين ادى انه هذه الاصابه هذه يتقاس بها اللاعب سليم. كنظن بانه الانذار لازم يوجه للركن الاحمر اذا كان اعتراض من الحكم. نعم انذار اصبح النتيجه 6-1 لصالح اللاعب. 6-1 خمس نقاط كفرق 21 ثانية على نهاية الوقت الاصلي. بطبيعة الحال خاص بهذه الجولة الأولى 6-1 خمس نقاط كفارق. حسن وسليم يلعب بذكاء نقطة نقطتين للتونسي 6-3 قلص الفرق. الشباك حركات متنوعة من البطلين معا. إذا 7-3 حركة للسليم يضيف نقطة نهاية اطوار الجولة الأولى ب7-3 لصالح اللاعب المغربي. كانت جولة ممتازة صراحة تقنيا وأداء ونتيجة الحمد لله لصالح اللاعب المغربي. إذا نتلقى تعليمات محمد ياسين سليم من مدربه ومحمد ياسين المنصوري من تونس ممثل نادي تونس للتايكوندو. إذن 7-3 الجولة الثانية ستنطلق في هذه اللحظة يا سادة وسيدات. سبعة مقابل ثلاثة من سيضيف النقاط المقبلة. حركة من المغربي سليم حركة دوران لكن هذه كل حركات لم تقدم شيء يذكر في من تونسي سجل نقطة. كان هناك انذار 7-4 حركة تشيكي ما كانتش يعني فعالة اللي قام بها اللاعب سليم. ثلاث نقاط كفارق مواجهة صعبة مواجهة تكون بالسهلة للبطل المغربي وكذلك للتونسي. بعض الحركات السلبية لم تضف أي نقطة أو أي نقاط للبطلين معا لا للمغربي وكذلك للبطل التونسي. أريد أن نستمتع أن أعيش فصول مواجهة مغربية تونسية الحوار العربي والمغاربي هنا بمدينة وجدة. إذا 8-4 نقطة لسليم فارق 4 نقاط 10 نقاط هو جيد سليم 10-4 استقبال ممتاز للمجهود اللي كيقوم به اللاعب التونسي. كاين ذكاء وفطنة من طرف اللاعب سليم استغل الدفاع ديال اللاعب التونسي وسجل النقاط اللي منحته التقدم بفارق ست نقاط يعني واعتمد على الرجل الأمامية عن طريق البلوك أو حركات الأمامية كتكون جون افون. نقدر نقول بانه سليم كيسير اطوار المقابله بشكل ذكي. 5 نقاط فارق الان تونسي ردت فعل نعم. يقلص الفارق 5 نقاط كفارق. الفارق لا يؤمن الفوز ما دام هناك وقت كافي للتدارك ما يمكن تداركه وما دام انه الخصم هو خصم من عيار ثقيل هو محمد ياسين المنصور من تونس. 11-5 حركه رائعه من التونسي 11-8 ونقطة إضافية لسليم 12-8 الآن. هناك حركة من طرف سليم قالت أن تؤدي به الإنذار كاين ماسك للرجل حذاري عملية الالتحام جسد لجسد كيكون فيها لاعب تونسي قوي. 12-8 يتواصل هذا الحوار المشوق بين المغرب والتونسي 16-8 سليم برافو. إذا فارق 8 نقاط يتسع الفارق من جديد. فعالية أكثر الرجل اليمنى لصالح سليم لفائدة سليم يعني رجل ممتازة لازم أنه يعتمد عليها أكثر ما يتجه للرجل اليسرى وأيضا عملية الالتحام. إذا تايم أوت دقيقة وقت مستقطع
ماذا يسجل في هذا الجولة الثانية كخلاصة تقنية لما حدث في هذا الجولة من جانب البطلين معا، سواء البطل المغربي وكذلك البطل من تونس الشقيق. خلاصة أخي عادي نقدر نقول بأن البطل التونسي بحث على وضعيات اللي هو قوي فيها، وهي وضعية الالتحام، جازات سجل منها تقريبا 6 نقاط سليم. الوضعيات اللي كيعتمد عليها هي المسافات اللي كتكون طويلة، وكيسجل بحركة مباشرة بتقنيات جميلة. سليم لازم أنه يتفادى العملية الالتحام مع اللاعب التونسي، ولازم أنه يستمر بنفس النهج ونفس النمط، الاعتماد على المسافات الطويلة اللي كتخليه بأنه يسجل مجموعة من النقاط أريحية كبيرة. الجولة الثالثة ستنطلق جولة الحسم في هذه اللحظة بين المغربي محمد ياسين سليم وبين التونسي محمد ياسين المنصوري. يعني غريب في الأمر أنه عندهم اسم محمد ياسين، محمد ياسين ما عرفتش واش هذا كاين شي خطأ ولا غير صدفة. لا ربما مصادفة، يعني محمد ياسين سليم مغرب، محمد ياسين المنصوري من تونس. اذا سليم ضد المنصوري، كاين حركه دائريه لصالح اللاعب المغربي، إذن ربما تعطي نقطه اضافيه. 18 مقابل 9 النتيجه المسجله، تحدي من صاحب الركن الازرق جانب المدرب المغربي. مدرب سليم يطلب التحدي، العوده لتقنيه الفيديو. فالتأكد يعني من صحة أنه كاين حركة تقنية دائرية، كاين نقطتين لازم ينضافوا. نشوفوا الطريقة اللي سجل بها، كنظن أنها طريقة تشيتشاكي، الطريقة اللي صحيحة. نعم ستنضاف نقطتين لصالح المغربي، تصبح النتيجة 20 مقابل 9. 20 مقابل 9، موفق كير في تحدي مدرب البطل المغربي. نقطتين إضافيتين، 20 مقابل 9، يتسع الفريق الآن. حركة من المغربي، أولى ثانية ثالثة 10 9. كيف تعامل مع المصريات النزال في هذه الجولة الثالثة البطل المغربي؟ نعم يعني حاول يلعب مسافات طويلة كيف سبق اللي اشترته، أنه بعد من وضعية الالتحام اللي كانت كتعطي افونتاج لصالح اللاعب التونسي، هادشي اللي خلاه يسجل مجموعة من النقاط. 24 9، حركة جميلة من سليم. إذا 22 مقابل 9، نقطة تنضاف للتونسي، النتيجة 22 مقابل 10. فالإنضال اللي توجه للاعب المغربي كان عن طريق خطأ ارتكبه، هو خطأ المسك والضرب مع بكرو. 5 إنذارات لكل لاعب، لكل بطل. وأخي عادل يعني الوقت اللي تحسن فيه المقابلة كيف سبق أنه وشرنا بأنه ملي كتقدم 10 إنذارات، ملي كتكون 10 إنذارات كتنتهي المقابلة. حركة دوران، ضربات أمامية جانبية، ضربات علوية، سواء ضربات المباشرة أو الدائرية والنصف الدائرية. 22 مقابل 10، دقيقة و10 ثواني، نسير لنهاية هذا الحوار. المغرب تتقدم على تونس 24 مقابل 10، فارق 14 نقطة، يسير لتأمين الانتصار البطل المغربي، لكن التونسي عنده إمكانيات كبيرة. 24 مقابل 13، صاحب الركن الاحمر يهاجم، يلعب الكل الكل كما يقال، ما عندوش اي خيار. خاصو يرفع من الريتم، خاصو يبحث على ضربات موفقه، خاصة ضربات يعني بالازيد من نقطه بطبيعه الحال. 26 مقابل 13، اصبح الفارق 13 نقطه. برافو لسليم، يقدم اداء كبير. اذا محمد ياسين سليم، محمد سليم ومحمد المنصوري. هذا فقط يعني من عملية الالتحام، وغتكون أطول مقابلة صالح سليم بكل أريحية. إذا 27 مقابل 13، خاصو كما يقال
يجري نزالو يحاول يمكن ما يغامرش يخلي دائما مسافه بينه وبين خصمه. عدم الدخول في الاداء السلبي 27 مقابل 13 10 توالي 9 توالي ذهب للمغرب. الميداليه الذهبيه ستكون للمغرب بعدما خسرت الذهب البطل المغربي على حساب التونسيه ميس الغضباني التي توجت في الذهب والفضه لسهيله الاوهدي. الان الذهب لفائده البطل المغربي الذي يتمكن من الفوز في هذا الرساله 27 مقابل 14. هنيئا لمحمد ياسين سليم من المغرب من نادي شباب العرائش للتايكواندو يظفر بالذهب على حساب ممثل تونس محمد ياسين المنصوري من نادي التايكواندو لتونس. قراءه خلاصه تقريه ماذا حدث وماذا يمكن نقول يميز البطل المغربي محمد ياسين سليم كنقاط قوه. تحدثت عن نقاط قوه طبعا سلحة. فنقدر نقول بانه سليم كان اكثر فعاليه استطاع انه يستغل طول القامه اللي كيمتاز به طول الرجل ديالو خاصه يعني الارجل ديالو معا لا اليمنى ولا اليسرى سجل مجموعه من نقاط مسافات طويله وحاول انه يتفادى يعني عمليه التحام.